فين الجديد؟ التمجيد التمجيد ثم التشويد، التمجيد التمجيد ثم التشويد، التمجيد التمجيد ثم التشويد. الحكومة فين الجديد؟ فين الجديد؟ منفكش منفكش يا ويزا زيرو، يا ويزا زيرو، يا بالموسى زيرو. سمعوا بالموسى أكبر زيرو في تاريخ مراكش. يا بالموكا زيرو، يا أخنوس زيرو. أستاذ زنزانة عشرة خريج السلام السعود، جينا اليوم في إطار المسيرة التي دعا إليها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المسيرة القطبية مراكش، في إطار مواصلة المعركة ضد نظام المآسي. هذا النظام هذا الذي أراد أن يفرض واحد العمل في عبودية على النساء ورجال التعليم، نريد أن نرسل واحد الرسالة للحكومة أن ما الرهين بإرجاع الأساتذة إلى مكانهم الطبيعي اللي هو القسم هو أجوبة حقيقية، هو الإجابة يعني للمطالب المشروعة للنساء ورجال التعليم، وبطبيعة الحال من ضمنها ترقية استثنائية لجميع أساتذة الزنزانة عشرة خريج السلام السعود، وبأثر رجعي إداري ومالي منصف للجميع مع جبر الضرر. بطبيعة الحال أعيد الرسالة للحكومة والوزارة أن لغة الاستفزازات ولغة التهديدات لن تزيد إلا تأجيجا للساحة النضالية، وواحد الرسالة أيضا للأمهات وللأباء كنحييهم على المساندة ديالهم لنضالات الشغلة التعليمية، وكنوجه لهم واحد الاعتذار مجددا بأن المسؤولية على ضياع الزمن المدرسي هو مسؤولية ديال الوزارة. علاش هاد الأزمة هادي خاصها إرادة، خاصها قرار، خاصها حلول ملموسة. هاد الحلول الملموسة من شأنها بطبيعة الحال أن ترجع الأساتذة إلى مكانهم الطبيعي اللي هو القسم. معكم أستاذة متعاقدة، صراحة أنا كنشوف أن الأمور خاصها ترجع كيف ما كانت، وخاص سيدنا يدخل لأن الأمور بسيطة، يعطي الأستاذ الاعتبار ديالو باش كل شيء يمشي مزيان. علاش هاد التعقيد كامله؟ كنظن انه الامور بسيطه ولا للتعقيد. اليوم جميع التنسيقيات في اطار التنسيق الوطني يحتجون على قرارات وزاره التربيه الوطنيه ومع الحكومه الذي يعني اجهزوا على الحقوق الشغليه لقطاع التعليم، وبالتالي فالشغيله اليوم ترفض القانون الاساسي الجديد وتطالب بإسقاطه لا لتجميده، وهكذا فنحن اليوم تنظم هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع الحوار القطاعي بالرباط حتى أن الحكومة يهدي الله وتجاوب على المطالب ديال الشغيلة التعليمية. كذلك سننظم مسيرة من باب دكالة إلى جامع الفناء ونردد الشعارات من أجل إسقاط القانون الأساسي ومن أجل إصلاح الأوضاع المادية والمادية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة التعليمية، وكذلك الاعتناء بالمدرسة العمومية والحفاظ على مجانيتها وجودتها لأنها المزود الأساسي للأطر والكفاءات التي تسير البلاد.